منه تقريبا أسبوع عدى على تصريحات الإعلامي اللبناني نيشان، إلا أن الحديث عنها لازال مستمر لليوم. فنيشان اللي لطالما اشتهر بحواراته أصبح اليوم متهم بخلق أزمة دبلوماسية بين لبنان وتركيا. هذه الأزمة اشتعلت في إحدى حلقات برنامجه أنا هيك اللي بيعرض على قناة الجديد خلال الحديث عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نشوف جزء من اللقاء. أردوغان هذا عبيلاعب أوروبا، ما تستهين فيه أبدا، عثماني خبيث. زي ما سمعنا هذا كان وصف نيشان لأردوغان، وعاد وكرر الوصف مرة ثانية وهو بيقرأ على الهواء تغريدة بتتضمن ما اعتبره نيشان إهانة شخصية بحقه وسخرية من أصوله الأرمنية. فمن المعروف أن الإعلامي نيشان من أرمن لبنان، وكان قد هاجروا إلى البلاد بعد مذابح تعرض لها الأرمن في القرن الماضي على يد السلطات العثمانية في عملية دموية عرفت باسم الإبادة الجماعية للأرمن. نشوف. رباح أو رباح القيسي بيقول نيشان لبسين اللاجئ، يعني أنا، أظهر عنصريته ووصف أردوغان بعثماني خبيث، ابن مليون خبيث. أردوغان والنظام والعثمانيين والأتراك، وإذا إلك عندي أنا هون بالجبهة هلق يعني قتلهم. إذا أنت بتعتبرني لاجئ هلق. أنا لبناني أكتر منك، ومش رح برر، ومش كل ما دق الكوز بالجرة تجوا تحكوا عن أي لبناني من يعني أصول أرمنية تجي تقول عنه ليش حبيبي. لا يا ابن أنا حبيبي. إلي بلبنان أكتر منك حبيبي. وفخور بلبنانيتي أكتر منك. لا الأرمن ابن يعني لا الأرمن اسمه لحظة لشوف شو اسمه. لا الأرمن عايشين اسمه رداح القيسي. شو هالاسم رداح؟ اسم مسمى رداح. الحلقة انتهت من هنا وولعت مواقع التواصل ليتصدر وقتها هاشتاج باسم نيشان قائمة الترند في لبنان وفي دول عربية أخرى. هذا غير أنه في حسابات استغلت الموضوع واعتبرت أنه اللي قالوا نيشان يندرج تحت بند الإهانة والعنصرية، وأطلقت هاشتاج لاجئ أرمني مع نفس الصفة اللي وصف فيها أردوغان. هذا في مواقع التواصل وافتراضيا، أما على أرض الواقع فنظم البعض حركات احتجاجية أمام مبنى الجديد، كما أدانت السفارة التركية في لبنان تصريحات نيشان معتبرة أنها لا تندرج في إطار حرية التعبير، وطالبت وزارة الخارجية اللبنانية بالتحرك. وبالفعل وجه الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين كتابا إلى وزارة الإعلام دعا فيه إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين، معتبرا تصريحات نيشان خروج عن الأصول المهنية، وتعمل على تعكير علاقات لبنان بدولة أو دول تجمعها بها مصالح مشتركة. الجدير ذكره أنه حتى القنوات التركية عرضت الموضوع وهاجمت نيشان في تقارير لها زي التقرير اللي معروض الآن أمامكم. وينضم إلينا عبر سكايب من بيروت الإعلامي نيشان. أهلا فيك معنا يا نيشان. الآن بعد كل هذه الضجة والأخذ والرد والهجوم وما إلى ذلك، هل ندمان على الحلقة وعلى ما قلته في الحلقة؟ مساء الخير سارة. سارة أنا تكلمت بالحلقة عن واقعة تاريخية. لما كل إنسان لبناني عربي أم أجنبي يلجأ إلى كتب التاريخ يدرك بأنه سنة 1915 صار في مجازر، صار في محاولة إبادة لشعب بأكمله على يد جمال باشا، أنور باشا وطلعت باشا، ومليون ونصف المليون أرمني أرواحهم زهقت من قبل العثمانيين. فمن 2003 من أول ما انضميت إلى تلفزيون الجديد لغاية اليوم سنوياً أتحدث عن المجازر الأرمنية، مش بس أنا 30 حكومة بالعالم أقرت واعترفت بالمجازر الأرمنية بما فيهم دولتي لبنان. نعم. بالذكرى 85 للمجازر الأرمنية الحكومة اللبنانية أقرت واعترفت بحصول الإبادة الأرمنية على يد العثمانيين. أنا اللي رويته على الهواء هي هذه الحقيقة التاريخية. أما لما أنت بتستفزي على الهواء، لما بتتعرضي لطعن بمواطنيتك، تصوري لا سمح الله أنه حدا يطلع اليوم يطعن بمواطنيتك وانتمائك للسعودية، شو بتعملي؟ بتقولي لا عندي انضباط ولا لازم ما لازم أخرج عن أصول المهنية، ولا لما حدا يمس على وطنيتك أو يمس وطنيتك وعلى كرامتك وولائك للوطن تنسي كل شيء وبلحظة وطنية بيسقط كل شيء.
بتحس انه انا وطني واحد وبحق لي دافع عن حالي حتى إيه نيشان، أنت في هذه الجزئية بتتكلم كمان خصوصاً على الجزئية اللي رديت فيها على المغرد وانفعلت عليه، بس كمان في جزئية جدلية أخرى اللي هي حديثك عن أردوغان ووصفك لأردوغان. هي الكلمة كلها كانت عن نعت خبيث. سارة أنت متمرسة بالمهنة، شو يعني مصطلح خبيث؟ هل في السياسة ما في خبص؟ هل السياسة لا تنطوي على خبص ومراوغة ومناورة وما بيتسعلى بالسياسة؟ نعم، بس هي لأنه معروفة آراء عن تركيا. شو بيعملوا السياسيين؟ ما في خبص بالقرارات يلي بتصير، ما في خبص بالمقررات، ما في خبص بالأحكام يلي، يعني هو الخبص سمة للسياسيين. ولكن الموضوع بتصور لأنه كان البرنامج بيك تايم مشاهد جدا، وبما أنه رويت الواقع التاريخي كما هي، يعني أنا لم أفتري على أحد، أنا خبرت أنه صار في مجازر بحق الأرمن والأشوريين والكلدان واليونان، يعني هذه واقعة تاريخية أبداً. أما بالنسبة للشعب التركي، طبعاً من المشحف أنك توصف شعب بأكمله، من المشحف، بس أنا بعرف تماماً بأنه الحديث تاريخياً عن السلطنة العثمانية. هلأ تركيا اليوم بتقول أنه نحن ورثنا كل شيء عن السلطنة العثمانية، يلي بيورث الفلوس بيورث الدين كمان، وإذا بالدين في دماء 1,500,000، بتعرفي شو بدهم الأرمن بالعالم سارة؟ بدهم إقرار واعتراف بهذه بحدوث هذه المجازر فقط لا غير، الإقرار والاعتراف recognition، أكثر من هيك ولا شيء. أنا ما لي علاقة بأنه الأتراك اليوم أو أردوغان يتمنى بأنه يسحب من المملكة العربية السعودية الزعامة السنية، وأنا أكيد اليوم بأنه السنة بالنسبة للعالم العربي هي القبلة، يعني القبلة يعني السعودية، الحرمين الشريفين يعني السعودية، يعني الزعامة السنية بعتقد وكل الناس بيعرفوا أنه هي للمملكة العربية السعودية، أنه هن يعملوا أمبراطورية للخلافة العثمانية، هذا شأن تركي خاص. إنه الأتراك اليوم مدين إيدهم على ليبيا أو على جزء من شمال سوريا، هيدا جزء خاص فيهم. أنا بالنسبة لإلي الخليفة بيكون عادل، الخليفة ما بيحاول إنه يسيطر على دول مجاورة، هيدا شأن خاص فيهم. أنا اللي بيهمني إنه نعم اليوم تركيا لا تقر ولا تعترف بحدوث المجازر الأرمنية فقط لا غير، هيدا هو النظام. وانتبهي، المقصد المباشر هو الـ الامبراطوريات يلي تقترف الاخطاء، والشعب بمظلوميه، يعني الشعب حتما الشعب حتما بيدفع ثمن الامبراطوريات واللي بتقترفه. تفضلي. طيب الان انت قلت انه الوصف اللي ذكرته له عادي والكلام هذا كله، لكن في نفس الوقت مثلا رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اصدر ايضا هو بيان وقال انه امل احترام علاقات لبنان بالدول الصديقه وعدم التعرض بالاساءه لرؤسائها. هل بتشوف انه هذا البيان في نوعا ما تخلي عن نيشان؟ كيف يعني؟ ما فهمت. يعني انه مثلا هم بيقولوا الان انه بليز لو سمحت يا نيشان ما تتكلم عن رؤساء دول انا أخرى. اتحدث عن قناعاتي، انا القانون بيسمح لي وبيضمن حقي لما تطعن مواطنيتي مباشره على الهواء دافع عن حالي، القانون بيسمح لي. اما فيما خص البيانات والاعتراضات والخارجيه مع الخارجيه والمجلس الوطني للاعلام ووزاره الاعلام، نحن نحتكم الى القضاء اللبناني والقضاء بيعطي كلمته. ولكن أنا جزئية القضاء هذه يا نيشان صار عليك قضايا الآن أنت والكنات في قضايا، لكن هو الأهم من هيك، خليني أقول لك شغله الأهم من هيك. أنا لما بنعت تاريخيا حادثة صارت وبقول أنه قتلوا 1,500,000 مواطن، انسي أنه الأرمن مواطن بشر، قتلوا سنة 1915 بعد 105 سنوات ما بيعترفوا أنه هذه الواقعة حدثت. غير من هيك أنا تعرضت لوابل من التهديدات، يعني أنا اليوم بمشي من بيتي عندي رجال أمن بيكونوا بيرافقوني، لأنه كم التهديدات لا يعقل، كم يعني عدد الصور يلي وصلتني مع قطع رأس لإلي، يعني
يعني لا يعقل. وانت بتعرفي انه الامن لما بيكون يعني الضائقه الماديه والاقتصاديه بالبلد، فيك اي شخص تعطي مبلغ $50 بيجي بيقتلك بكل سهوله. فاللي عم بقوله انه هيدا الكم الهائل من الشتائم و و و انا بالنسبه لي الكلام غير الاخلاقي ما بيضر، يعني ما بيضر بمعنى ما بيأذيك، مش رصاص طائش، بس انه أيوه. تهددي واحد تقتليه بالسكين او بالرصاص، هيدا اللي بعتقد انه الواحد يثير الريبه. ولكن بس كرمال ارجع عيد سارة عبر برنامجك لانه مشاهد جدا، اللي صار هو توصيف لحقيقه تاريخيه وقعت سنه 1915. العثمانيين هن اللي اقترفوها، وانا قلت انه لغايه اليوم النظام أي. لم يقر ولا يريد ان يقر ويعترف به. طيب انا عندي سريعا نيشان بس عشان الوقت، مين وراء هذه الحمله؟ مين وراء التظاهرات اللي نزلت حول الجديد؟ مين وراء التهديدات عليك تتوقع؟ ما بعرف، بس سالت يعني الوزراء المختصين وسالت التلفزيون يعني بيت خياط، قالوا لي انه يبدو انه في مكون بالبلد، يبدو انه في نواة ل هؤلاء المجموعات يلي اجت وصرخت وتظاهرت وانتهضت. بعتقد انه في مكون بالبلد هو اللي اخذ الموضوع لهال. تقدر تسمي المكون ولا مو حابب؟ ما بعرف ساره، ما بعرف. الشغله الوحيده اللي بعرفها هو انه من 2003 لليوم انا ادافع عن قضيتي، انا لبناني من اصل ارمني، ادافع عن هذه القضيه. نعم. يلي اؤمن فيها، يلي هي بتشكل وصلت فكرتك نيشان. للاسف نحن داهمنا الوقت، ارجوك حافظ على سلامتك. كان معنا نيشان، شكرا لك.